مرحبا يا أصدقائي، اليوم سأعرفكم على لوحات للرسامين الذين رسموا شخصيات بطرق مميزة مثل المحاضرة السابقة، وهناك أسماءهم وسنوات ميلادهم ووفاتهم مكتوبة في جانب اللوحات أو أسفلها، فلاحظوها وألقوا عليها نظرة. هذا عمل جوستاف كليمت، وقد رسم الكثير من البورتريهات. من أي ناحية تشعرون بالفرق الواضح بين عمله وأعمال الرسامين الآخرين؟ قبل كل شيء، يمكننا أن نرى اللوحة مليئة باللون الذهبي بأكملها، بالإضافة إلى ذلك الأنماط البهيجة تصل إلى الملابس والإكسسوارات والخلفية، مما أدى إلى لوحة بورتريهية مميزة للغاية. وهذا أيضا عمل كليمت. عنوان هذه اللوحة هو القبلة، وهو أشهر لوحة من أعماله. أشعر بأنها الأجمل، ربما لأن الحبيبين محاطان بزخارف بهيجة داخل الضوء الذهبي. وبالإضافة إلى ذلك، فإن حديقة الزهور الموجودة أسفل أقدامهما تخلق جوا دافئا للوحة بأكملها. وهذا عمل إيجون شيلي، وهو أيضا قد رسم الكثير من البورتريهات. إنه مختلف تماما عن عمل كليمت الذي يحتوي على الكثير من العناصر الزخفية. مع ذلك، فإن مجرد ملء اللوحة بالألوان ليس شريطا للوحة جيدة. أرى أن عمله ممتاز، حيث أنه من المهم نقل الأفكار والمشاعر والعواطف الخاصة بمن يرسم. أعتقد أن الرسام وضع الكثير من العواطف والمشاعر في تعابير وجوه الشخصيات. ما هي المشاعر التي تشعرون بها من تعابير الشخصيات في اللوحتين؟ وهذا أيضا من أعمال إيجون شيلي. يمكننا أن نشعر بأن الأشكال والألوان وغيرها ليست عادية، بل أنها مميزة. 11. إن لون الجلد عبارة عن خليط من الألوان مختلفة بشكل عجيب، وشكل الذراعين منحن بشكل غير طبيعي. بشكل عام، اللوحة بسيطة وفريدة من نوعها، ولكن أعتقد أن إبداعها يجذب أنظار الناس بالفعل. وهذه لوحة بورتريه ذاتي لهنري روسو. يقال إنه كان يرسم أيام الأحد فقط، لأن وظيفته كانت موظف الجمارك وليس رساما. يا ترى هل هذا هو سبب رسم نفسه ببدلة؟ إنه حامل فرشاة ولوحة ألوان في يده، وهناك سفينة عليها أعلام العالم على ظهره. أعتقد أن الجو غير المتناسق إلى حد ما يثير الفضول أكثر، ليجعل مشاهدته ممتعة. وآخر لوحة هي بورتري ذاتي ليون دوسو. كان رساما من عصر جوسون في كوريا، وهو معروف بأعماله الأكثر شهرة من بين العديد من لوحات البورتريه التي ترجع إلى تلك الحقبة. على عكس الأعمال الأخرى، تركز هذه اللوحة على التعبير عن الوجه فقط. أعتقد إنه من المذهل فيها نظرة العينين الشديدة التي تبدو وكأنها تخترق أجواف الأشخاص خارج اللوحة، وكذلك اللحية الموصوفة بدقة شعرة بشعرة. هل استمتعتم بالنظر إلى اللوحات؟ أحضرت هذه الصورة لأنني أردت رسم منظر سعيد ودافئ لأم وطفل. سأرسم الأم والطفل في الوسط مع تطبيق خصائص الأعمال جوستاف كليمت بشكل عام. إذن لنبدأ من الآن. نعم،
قد أكملت الرسم التخطيطي هكذا مسبقاً. أولاً سنرسم النمط جزئياً باستخدام القلم الخطاط. ثم سنرسم بقية النمط باستخدام الأقلام والألوان، وسنلون الشخصيات أيضاً. وبعد ذلك سنلون الخلفية والشعر بالألوان المائية.
سننتهي من الرسم مع تلوين النمط بدقة أكبر بأقلام التلوين. ثم نقص جزءا من صحيفة لتغطية جزء الوسط ونرش بعض الألوان المائية على الخلفية. نعم، قد اكتمل كل شيء. أنتم أيضاً يا أصدقائي، أتمنى أن تحاولوا رسم لوحات إبداعية مختلفة عن لوحتي. إذن أراكم في المرة القادمة.